أهلا بكم. والبداية من ليبيا، وبحسب الإحصائية الصادرة عن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، فقد بلغ عدد طلبات الترشح لعضوية مجلس النواب 4326 طلبا بنهاية يوم أمس الأحد، وذلك للمنافسة على مقاعد المجلس البالغ عددها 200 مقعد، منهم 32 مقعدا مخصصة لتمثيل المرأة. كانت المفوضية قد أوضحت أنها تعمل على فحص ملفات المتقدمين للانتخابات البرلمانية أولا بأول، بما يمنح كل الطلبات نفس الفرصة من الفحص والتدقيق وفقا للشروط التي نصت عليها القوانين الانتخابية.